السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس علاء الدين الإردواز الفضي للتكييف. الفيديو التوضيحي لمراحل تصميم وتركيب أنظمة التكييف الكونسيلد المخ. في هذا الفيديو بنوضح لكم الاحتياطات الواجب مراعاتها لتنفيذ أنظمة التكييف الكونسيلد المخ. بمنتهى البساطة جداً في هذا الفيديو احنا بالفعل بنكون حريصين بشكل كبير جدا ان احنا نقدم فيديوهاتنا العلمية والعملية في انظمة التكييف بشكل عام، سواء انظمة التكييف الكونسيلد المخفي او أنظمة التكييف المختلف. بمنتهى البساطة جدا في هذا الفيديو لو نلاحظ أمامنا في الشاشة مراحل تصميم وتنفيذ واختبار وتشغيل أنظمة التكييف الكونسيلد المخفي من البداية إلى النهاية. المرحلة الأولى مرحلة التصميم المعماري للمبنى. طبعا احنا بنقول هنا زي ما احنا شايفين التصميم المعماري، وايضا بنزود عليها التصميم الانشائي للمبنى. التصميم الانشائي للمبنى طبعا يحبذ بشكل كبير جدا ان اي عميل حابب يركب انظمة التكييف الكونسيلد المخفي او انظمة التكييف المختلفة يكون السقف فلات سلاب بالكامل. وفي حالة لو نلاحظ هنا في البند الاول التأكيد على المكتب الاستشاري عدم وجود جسور انشائية سقطة داخل المبنى اللي هو الدروب بيم. الدروب بيم ده احنا بنكون حريصين بشكل كبير جدا زي مظاهر امامنا في الفيديو ان احنا نضع الماكينات داخل الاسياب الكوريدور المغاسل عشان الصيانة وخدمة ما بعد البيع فيما بعد، لانه كلنا عارفين ان المكيف ليه فتحتين صيانة. فانا دلوقتي لما اعمل صيانة ما بجرحش المكان على الاطلاق، سواء مجلس الرجال سواء مجلس النساء سواء غرفة النوم الرئيسية او غرف نوم، فاحنا بنكون حريصين بشكل كبير جدا. فانا يهمني لما الماكينة تكون داخل الكوريدور او داخل المغاسل او الاسياب ما يكونش فيه دروب بين عشان مرور مجاري الهواء، ودي واضحة بشكل كبير جدا في الفيديو التوضيحي. رقم 2 يبقى احنا بالنسبة للتصميم الانشائي انه السقف يكون فلات سلاب او انه يكون في كمرات ساقطة ولكن مراعاة مرور مجاري الهواء فيما بعد. يعني ممكن يتعمل صندوق خشبي، ممكن يتعمل آلية معينة وقت الصبة. فعشان كده بننصح اي عميل حابب يركب أنظمة التكييف يتم التعاقد مع شركة التكييف قبل البدء في أعمال تصميم للمبنى، أو على الأقل يبقى فيه استشارات هندسية من شركات التكييف. إيه الاحتياطات يا مهندس علاء الواجب مراعاتها لتنفيذ هذا النظام؟ لا يكل ارتفاع الدور عن 3.90 متر، ودي نقطة جوهرية بشكل كبير جدا، لأنه بمنتهى البساطة جدا التكييف الكونسيلد المخفي ارتفاعه من 40 الى 50 سنتي، واحيانا كمان منطقه الماكينات بتصل ل 55 سنتي عشان موضوع البي تراب والدريم بايب زي مظاهر امامنا في الشاشه. وبالتالي في نقطتين جوهريين بشكل كبير جدا: ارتفاع الدور، وان السقف يكون فلات سلاب بالكامل، او التنسيق مع شركه التكييف في حاله وجود دروب بيم او كمرات ساقطه بنراعي مرور مجاري الهواء في هذه النقطه. طبعا عزل حراري عالي الكفاءه ومواصفات الزجاج تكون دبل جلاس.